fruit and some lunch, yeah. Cause I got a hunch, girl. رمضان كريم وتحية طيبة لكل المشاهدين. طبعا يوميا أطباق شهية بشهر رمضان المبارك. نحن موجودين بمسجد الفطيم ريتيل كارفور سيتي سنتر بيروت، وضيفنا اليوم الشيف حسان تحلاوي. اهلا وسهلا فيك شيف حسان. اهلا وسهلا فيك شيف. حضرنا اطباق شهيه اليوم. اكيد خالص 100%. اطباقنا اليوم شهيه وغنيه باذن الله بالفيتامينات، واطباق شهيه بالكبه الارنبيه والسلطه الارض شوكي مع الروكا والصوص الحامض والزيت. كثير اطباقنا شهيه وغنيه اليوم باذن الله. يعني عظيم، اهلا وسهلا فيك. وطبعا نحن كمان برفقنا بهالحلقه اليماما، منتوجات اليماما للي فعلا بتبيض الوجه، من الذره لخل البلزاميك للصويا صوص للحامض لكل المربيات، واكيد خل التفاح المميز، وطبعا زيت غندور المكرر مرتين، خفيف على المعده، ما بيدخن، وغطي وغني بالفيتامين اي. وهلا رح نبلش بالطبق الاول، بما انه الطبق الاول اليوم طبق شهي من السلطه، خلينا نشوف المكونات ونعود معكم. مكونات سلطه الارديشوكي، ارديشوكي عدد 6، فطر طازج عدد 10، باقي تروكا، بندوره كرزيه حسب الحاجه، ملعقه كبيره جبنه بارميزان، نصف كوب زيت الزيتون، ربع كوب عصير حامض، ملعقة كبيرة خردل ديجون، ملح وفلفل حسب الرغبة. حسن أكيد رح نبتدي بالصحن الأول. أكيد السلطة الطيبة الأرديشوكي اليوم للي دايما هيك بتعطي مذاق رائع. عندنا قلب الأرديشوكي وكعب الأرديشوكي، بسموه الفون دارتيشو أو الكور دارتيشو، هو من اطيب انواع السلطات. هلا هيدا نبتدي بالسلطه. هون سلطه الروكا، بنحط الروكا اول شيء. سلطه الروكا هون عندنا نحن. هلا هون بعدين الارض شوكي، كعب الارض شوكي. هلا نحن موسم طبعا صح الارض شوكي 100%. و رح نقطع الارض شوكي الى مربعات حتى نتلذذ بطعم ومذاق رائع. يعني اليوم في عندنا صلاه تقليديه وقت بناكلها يوميا بنحس حالنا بعد فتره زمنيه انه صار في ملل، نرجع نحط بينما وقت بنصير في تنويع بانواع السلطه بنصير ناكل ونتلذذ بطعم مميز. هون البندوره الكرزيه، عم نقطعها، نقطعها نصين الى نصفين. بندوره الكرزيه اللي بتعطي طعم حموضه، بتعطي طعم حموضه بالسلطه، طعمتها كثير طيبه صح، كثير مرغوبه عليها بالسلطه صح، ممكن نتناولها بطريقه سهله. اهلا وسهلا فيك مصار، يا هلا، رمضان كريم. وهون عم نقطع البندوره الكرزيه، نرجع هلا في عنا في الركه بس تكون هيك طازه، في الفطر فريش، نرجع نقطعه الى شرحه شرحات المشروم او الفطر، فطر فريش او مشروم. بالماضي البعيد ما كان في عندنا كثير زراعه للفطر، بعد فتره زمنيه صرنا نستورد الفطر، وحاليا بنزرع الفطر اكيد بارضنا وبنستفيد منه. والفطر الابيض اللي هو معروف بالشامبينيون دو باري او فطر باريز، اللي هو يستعمل بكل شيء، انواع شوربات يخاني وصلايط. هلا في انواع عديده من الفطر اللي بناكله بنتلذذ بطعمته، ولكن هذا الفطر نرجع نحط عليه ملعقه جبنه البارميزان بكل الاستعمالات، نرش عليه بارميزان. في عندنا الفطر غالي السعر كثير، فطر صح اجنبي اللي بيجي من برا، صار في فطر مستورد، فطر صيني مزبوط. هون رشينا البارميزان على وجهها، حلو. هون بتذكر مشاهدينا انه البارميزان سبق ذكرنا انه 13 لتر حليب غنم بيطلع لنا كيلو جبنه بارميزان، مشان هيك ما تستغربوا اذا كنا عم نشتري البارميزان غالي، فمشان هيك لانه كل 13 لتر من الحليب وبدها وقت حتى تتحمر تعطينا الطعم الطيب. بنحط الخردل، بنعمل صوص السلطه. هون نحن عم نعمل الخردل صوص اوكي. رح نضيف زيت الزيتون، وزيت غندور، لانه طبعا زيت الزيتون لحاله الصلصه بتطلع حده، فدائما لازم نعمل بزيت غندور، ذره خاص للصلصات. هيك بساعدك صح استاذ حسان.
زيت غندور خفيف على القلب وكتير طيب وصحي وصحي والصحة بتصير صحتين. صحة بتصير صحتين. نضيف الحامض. صحة بتصير صحتين ومكرر مرتين. هون نحن رح نضيف حط لك عصير حامض، رشة ملح على الصوص. حلو كثير. والفلفل الأسود، رشة بهار أبيض ورشة فلفل أسود، بيعطي نكهة كثير طيبة. بنحرك دائما هالصلصة، بنحرك الصوص، بنحط خردل. خردل أول شيء بتعطي طعمة طيبة وكمان بتعمل تماسك للصلصة. صحيح. والديجون هو خردل من أطيب أنواع الخردل، حتى نستعمله لكافة أنواع الصلصات للسلطة. بنضل الحركة حتى تصير معنا كثيفة شوي، بيسمك الصوص. بيسمك الصوص. تطلع صلصة كثيفة أو سميكة يعني بالأحرى. صحيح. ونحن فينا نحط الصوص. نصلص حتى نصلص. فينا نصلصها على جنب. ورا. إذا بدك نصلصها. فينا نصلصها الحلقة هيك حتى هيك هون تضل الصلصة. فينا صلصة فوق، فينا نحطها على جنب الصوص. ايه حسب حسب الرغبة. بفضل دائما انه تكون الصلصة على جنب حد الصلاد. بصير بسموها واحد بحط على مينوت، يعني بنفس اللحظة 100%. عظيم. اما مكونات الطبق الثاني بدنا نشوف مكوناتها، هي كب الأرنبية، ونعود معكم. مكونات كب أرنبية: بصل عدد 3، نصف كيلو طحينة، عصير بصفير حسب الحاجة، عصير ليمون حسب الحاجة، عصير حامض حسب الحاجة، مكعب مرقة الدجاج عدد 3، كب قراص جاهزة حسب الحاجة، ملح حسب الرغبة، وبهار أبيض حسب الرغبة. لكن مشاهدينا، الكبة الأرنبية نحن بنعرفها انه كبة طيبة كثير، كبة طيبة كثير ومرغوبة كثير بلبنان وبكل الوطن العربي. انا صراحة الدول العربية كلياتها بحبوها لأنها كبة كثير خفيفة على المعدة، أخف من باقي الكبب الثانية، بتيجي مسلوقة، بتيجي مع انه مع الصوص الخفيف تبعه لها. نعم. هلا في نحن عندنا هون، اوكي، هون نحن رح نبلش نجهز الكبة. نجهز الكبة. الكبة بنعطي شوي هيك فكرة عنها. هلا البرغل، طبعا برغل اسمر، في ناس بحطوا برغل ابيض، وفي ناس بحطوا كل كيلو لحمه بحطوا كيلو برغل، ولكن هو كل ثلثين بتلت، يعني ثلثين بتلت يفضل انه كل كيلو لحمه يكون فيه بين 700 و800 جرام برغل. بنلعب البرغل مزبوط، بتكون اللحمه نحن اكيد عند اللحام عطينا اياها خصوصي للكبه. وبنطلع هلا نحن صراحه هون نحن مجهزين هون ناعين البرغل عشان الوقت. اوكي. هلا في ناس بتبرش بصل. نحن بنبرش بصل، نحن بس قطعناه ناعم البصل. نخلطه، بندعك شوي البرغل مع البصل، واكيد نحن البهارات طبعا، حتى الحبة اللي بنحطها، رشة بهارات حتى يعطينا نكهة طيبة. هون بدنا ندعكها مزبوط، بدنا ندعك شو مزبوط. حلو. هون لكن هيدي للكبة، الكبة الأرنبية. اليوم الكبة الأرنبية في ناس تسلقها، في ناس تقليها، في ناس تقليها، في ناس تسلقها، في ناس. أنا بالنسبة لي بفضلها، أنا بحب أسلق صراحة مسلوقة 100%. هلا إحنا هون كمان نحن مشاهدينا، نحن موجودين بكارفور هيبر ماركت. هالهيبر ماركت للي بيتميز دائما بالزحمة، واليوم العالم عم تشتري أغراض، عم تحضر أغراض للإفطار، وهالزحمة والأصوات طبيعية. وطبعا حلوه زحمه الافطار، بنحسها هيك بروتين وجو العيد. نحن هلا بعد ما كبكبنا الكبه بنسلقها. هون نحن المي، بكون غليان المي، غليان المي. اوكي. بنحط الكبه، المي مغليه، نسلقها شوي. الكبه قراص، سقطنا الكبه قراص، بقلبها ورقة غار اذا حابينكم تعقموا او تعطوا طعمة طيبة، تعطروا المي، تحطوا بنحط بنحط مع المي شوية زيت. هون نحن أكيد عم نحط زيت غندور. تمام. حطينا كوكين.
وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا، وطبعا مع طبق الكب الأرنبية ومع ضيفنا اليوم الشيف حسان. أهلا وسهلا فيك شيف حسان مجددا. أهلا وسهلا شيف. يعني اليوم ويحلو المطبخ بالأكلات الطيبة بشهر رمضان. شهر رمضان الكريم المبارك طبعا الكريم. هلا نحن بدنا نبلش تطبيق، بدنا نبلش تطبيق الكبة هلا. اوكي، هلا اول شيء احنا بنعمله البصل، بدنا نفرم البصل، نفرم الى جوانح، نفرم الجوانح هون. انا رح اجهز لك طنجرة او المقلية، ما بأثر، او المقلية مثل ما بدك، كمان مقلية مقلية هي، لانه طبخة سريعة ودغري بتستوي ما بدها وقت كثير. دائما البصل الى جوانح بيعطي هيك منظر حلو بالطبخة، صح، وبيعطي هيك الطعم الطيبة. هون أنا رح طفلك زيت، زيت غندور، زيت غندور هون، احنا زيت غندور دوار الشمس. فعلا زيت غندور دوار الشمس الغني بالفيتامين اي، ونفلتر مرتين شوي. اوكي، وما بيعمل كوليسترول، هيدا اهم شيء. اوكي، هون لكن نحن البصل جواني فرمناه ضفناه بقلب المقلاه، وهون نحن عندنا التراتور، فينا نقول هلا بنتركه شوي لحتى يصير لونه ذهبي، يعطي لون مش لازم لون يحمر، لا ما لازم يحمر. يدبل، يدبل دبل، اذا دبل البصل اول شيء ذهبي، مش لازم ياخذ لون احمر، لازم يكون لون اشقرار فاتح ميز، وليس اشقرار غامق، صح. وهو البصل اذا كان هيك مش قرد شوي خفيف بيطلع طعمته كمان اطيب، لانه بيرجع بيضل محافظ على الطعمه تبعه، بس الحار تبعته يعني الحار بكون يعني كسر الحار تبعه، بس بيضل محافظ على الطعمه تبعيته، بيضل طعمه طيبة. هون كبة طبعا طبعا الكبة بدها تنسلق بتطلع قطرة، بينما اذا انقلت بتكون جامدة. هون فينا نضيف نحن مرقة الدجاج مع البصل أو مع أو مع الطرطور، حسب الرغبة مثل ما بدك. في عنا نحن ذكرنا بالمكونات إنه في مكعب مرقة الدجاج، مكعب مرقة الدجاج، مكعب مرقة الدجاج بنحطها مع الطحينة دائما، مع الطحينة الطحينة مع العصائر اللي حطيناها بنحس في طعم مميز، بنحس هيك بطعم فيري سبيشال، وقت بنحس عم ناكل حالنا في طعمة هيك مثل ما بيقولوا بالفرنسي أريارجو، يعني نكهة بعيدة هيك كلها، بنحس دائما بهالطعم الطيب. هلا هيك البصل بلش يستوي يدبل. هون تدبيل البصل، حلو كثير. وهون الصوص تبع الكبة بنحركها بكل الجهات مشان تضل متماسكة. أنا هون رح ضيف الصوص، تحريك مستمر شوي هون، اذا بقي شوي بالجار ما لازم تقعد على النار كثير بعد ما نحط لها الصوص. هي حتى بيقولوا دائما انه الطحينه بس بعمل بس بولين طبعا، صح، بس تطلع الفقاعات هيك تبقى مثل ما بيقولوا طفي تحتها. ايوه بس تطلع الزيت طبعا، بس تطلع الزيت طبعا، زيت السمسم، لانه هو طبعا فيها زيت السمسم، فزيت السمسم وقت بنغليه على النار بصير في فقاقيع، او الفقاقيع انه دليلي بلشت تصير جاهزه. طبق سهل وسريع مشاهدينا وطيب نفس الوقت، اكيد بدنا نغليه مع استمراريه التحريك دائما هيك كرمال ما تلزق اول شيء، كمان الطحينه ضل عم اخذ بعضها. حلو، هون كان احنا نطفي او بعد استوي تايدي بدأت استوي الكبة خالصة. اوكي، ملح شوي، ملحناها فيها ملح، نرجع نحط لها. اوكي، هلا فينا نشيل عن النار. هون انا رح اضيف لها مكعب مرقة الدجاج، مرقة الدجاج بيعطيها نكهة كثير طيبة.
بس نكهة خفيفة. فينا نضيف مي مرة الدجاج. مرة الدجاج فينا نزيدها. هيك بتعطيها نكهة طيبة أكيد بنخفف ملح لأنه دائما مكعب مرة الدجاج فيه طعمة ملوحة. في طعمة ملوحة. وهون نحن هلا الصوص نشيل الكبة. الكبة صار عندنا الصوص جاهز هلا. اوكي هيدي اول قرص. بنحط الكبة مع الصوص مشان تشرب شوي زوم من الصوص الكبة البرغل هيدا. ايوه تعطيها طعم ونكهة. فينا نحن نحط الكبة على جنب اذا في عالم ما بتحب الصوص مثلا الصوص خفيف او شيء ترش فوق الصوص فوق الكبة رش فوق الصوص. حلو هون هلا بلش زيت السمسم يطلع انه يعطينا انه خلص انه لازم نشيله على النار نستوى. هون لكن نحن طبق كب الانابيب مثل ما شفتوا مشاهدينا ما اخذت وقت كثير كثير مهم يكون عندنا نحن اطباق رمضانيه بتكون سهله وسريعه. هلا نجي نسكبه بالصحن. هون كان نحن حلو ريحتها كثير بتشهي. ريحتها كثير حلوه نسبه لريح البصفير والبرتقال والحامض كمان الجريفون بيعطي طعم طيب. صح. وبهالوقت انت عم تسكبها شيف حسان رح نروح لفاصل. طبعا بعد الفاصل رح بيكون عندنا طبق من الحلو. طبق حلو المفروكه مع القشطه. مع القشطه. مع القشطه. حلو كثير هذه طيبه كثير. واكيد مشاهدينا نحن رح نروح لفاصل ونعود معكم. وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا ودائما مع الشيف حسن الكحلاوي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك من كارفور. اهلا وسهلا فيك شيف حسن. شيف شارف. يعني طبعا هالضجه كلها هي هيدي العجقة الهيبر ماركت العالم عم تشتري البضاعه دائما عم تتعبى على رفوف هالضجه طبيعيه يعني. صح 100% اكيد. في عندنا طبق ثالث مشاهدينا هو طبق الحلو. اليوم طبعا كان طبق السلطه الاردشوكي اما طبق ثاني كان كبه ارنبيه. خلينا نشوف طبق الثالث هو من الحلو مفروكه. مفروكه مع القشطه. مع القشطه يلا خلينا نشوف. مكونات المفروكة نصف كيلو فرك الكنافة كوب سكر عدد 2 نصف كيلو قشطة ربع كوب لوز زهر الليمون للزينة ماء الورد رشة وماء الزهر رشة. لكن شيف حسان رح نبلش رح نجهز يلا المفروكه بالقشطه. هون نحن حطينا الفرك الكنافه. طبعا أوكي. فرك الكنافه بيجي بقلبه زبده يعني. نعم نحن فينا نضيف له كمان ملعقه زبده بيعطي نكهه اطيب اكثر 100% زبده او سمنه كمان. صح سمن يكون سمن حيواني بيعطيها نكهه طيبه او الزبده كمان بتعطيها نكهه طيبه. هون نحن على النار من الاطباق الحلويات العربيه الطيبه بنخلي الفرك لحتى يحمر شوي لحتى على لون الاحمرار هل يصير في اشقرار وطبعا بتصير طعمتها العجينه اطيب وتتمسك مع بعضها البعض. صحيح. هون لكن نحن بنضيف له السكر اكيد بنجيب سكر بنجيب سكر بنحطه فوق فوق الفرك فوق الفرك وبنستعمل ماء زهر وماء الورد من يماما من يماما بس من منتجات يماما اليوم نحن افضل منتجات يماما ماء الورد اللي فعلا ريحته كثير حلوه بدنا نحط نقط خفيفه هيك ما تكثر وطبعا راح نضيف الماء الزهر ماء الزهر من اليمامة
بعد نقطتين بيعطي نكهة كثير طيبة، نوعية ممتازة جدا. اليمامة عودتنا دائما على النكهة الطيبة. هون تحريك لحتى تاخذ، حتى تاخذ وتتماسك تاخذ بعضها، تاخذ اللون الذهبي الخفيف. حلو. هلا نحن لازم اكيد نبردها، اكيد نحط عليها قشطه. صح، بس انت قبل بوقت حضرت، انا حضرت صحن لحتى تبرد معنا، حتى تبرد معنا. صحيح، وفينا نعمل اشكال، يعني ممكن نصبها اكيد في ناس خاصة حتى تطلع باشكالها، اذا كان أشكال خاصة. شكل صغير او وسط او كبير. انت هون، نحن هون مجهزين الصحن، الصحن المفروكه كمان، هول القلوبات كمان جهزهم شيف حسان، القشطه. يا سلام ريحه المزهر والماء ورد. نعم. ظاهره قد ما كثير طيبين. صح، صح كثير طيبين. طبعا ستات البيوت مرات ما بيكون عندهم وقت يعملوا حلو، او بيكونوا نسوا يشتروا حلو لوقت الافطار. نحن بنذكركم انه من اليمامه في عندنا شراب جلاب، في عندنا شراب عصير الرمان مستفيد منهم، وشراب الورد كمان بجنن مع ثلج طعمته ولا اطيب. ففينا نستغنى عن الحلو ونستعمل شراب اليماني، شراب اليمامه بديل عن الحلويات. مثل ما انا شايفين هيك حطينا القشطه. انا هون في عندنا شراب الرمان كمان، رح نعطي الوان حلوه، كان زهر الليمون بالنص، ورح نستعمل كمان شراب الرمان او الجرينادين مثل ما بقولوا هون. تعطيها، حطينا زهر الليمون، عطينا اللوز. يا فهم، شفت شو بيعطي هال، اكيد منظر حلو حلو هيك تضوي صحن. وهيدا هلا صحن المفروك صار جاهز للاكل وصحتين. وهنا اكيد هلا وقت الافطار صار عندنا اليوم سفره، سفره كامله. حلو كثير هالطبق، يعني اليوم مثل ما شفنا نحن عندنا طبق من السلطه، طبق من المين كورس او الطبق الرئيسي كبه عنبيه، واكيد عندنا طبق المفروكه وصلصه للسلطه ما تنسوها دائما تكون على جنب الصحن. شيف حسان كحلاوي نحن بنتشكرك لك زو، نحن كمان بنتشكر لطافتك، بنتشكر اداره الشكر الجديد، لشكر على واجب دائما. بنقول لك كمان رمضان كريم، اهلا وسهلا فيك. ايوه عليك يا رب، ينعاد عليك. شكرا يا ماما، كل المشاهدين كمان. اوكي، ولا يهمك، تكرم عينك. شكرا لليماما، شكرا لغندور ولكارفور، وشكرا للمشاهدين. نتمنى لكم افطار شهي، والى الغد والى اللقاء.